في لقاء الفرصة الأخيرة للعبور إلى ثمن نهائي، يواجه المنتخب الكرواتي نظيره البلجيكي في قمة نارية تجمعهما على استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. المتصدر المنتخب الكرواتي بأربع نقاط يضع نصب عينيه مواصلة التربع على قمة المجموعة والتأهل، حيث يدرك الكروات بقيادة نجمهم لوكا مودريتش أن جماهيره لن تكتفي بالتمثيل المشرف في قطر ومكانها في دور 16، ولكن طموحاتهم بلغت ذروتها منذ إنجازهم التاريخي في روسيا قبل أربع سنوات. إنها مباراة حاسمة بالنسبة لنا من أجل المرور إلى الأدوار الإقصائية. بلجيكا أحد أفضل الفرق العالمية وثاني أفضل فريق في العالم حسب تصنيف الفيفا. كانوا أفضل فريق في العالم لعامين على التوالي. إنه فريق رائع، ولو كان بيدنا الاختيار لما اخترنا هذه المباراة لتكون الحاسمة. نتوقع مباراة صعبة، أمامنا منافس صعب، يجب أن لا ننخدع بأدائهم الأقل من المعتاد في المباراتين الماضيتين. إنها مباراة مفصلية لبلجيكا أيضا. في المقابل يدخل الشياطين الحمر اللقاء بهدف انتزاع النقاط الثلاث ولا شيء غيرها، حيث تدرك كتيبة المدرب مارتينيز أن أي نتيجة غير الفوز تعني انتظار الفرضيات وربما عودة المصنف الثاني عالميا إلى دياره محملا بخيبة كبيرة وفشل ذريع. هذا الجيل هو الجيل الذهبي لكرة القدم البلجيكية، لا شك لقد حصلوا على الميدالية البرونزية في عام 2018، حافظوا على منتخبهم الوطني لمدة أربع سنوات في المركز الأول في التصنيف العالمي. سيستمر هذا الجيل في التأثير على كرة القدم البلجيكية من وجهة نظر التدريبية على مدار العشرين عاما القادمة. كرواتيا وبلجيكا بين المطرقة والسندان في معترك منتظر تحت شعار الفوز ليس خيارا لتجنب وجع الخروج المبكر من المونديال.